كل الذين انضموا للاستماع الى راديو بلدي او الراديو عربي امريكي ويعنى بقضايا العرب في المهجر. برامجنا في راديو بلدي كل يوم جمعه من 8 حتى 9 صباحا مع ليلى الحسيني في بث حي ومباشر عبر WNZK راديو 690 AM. صباح الخير بلدي. صباح الخير لكل مستمعينا. Welcome to Radio Baladi, the first Arab, Middle Eastern and American simulcast radio show. Radio Baladi is broadcast every Friday morning on WNZK 690 AM from 8 until 9 Eastern Time on Good Morning Michigan with Layla Al-Husseini. Our call-in number 248-557-3300. And now, stay tuned for the best radio talk show on Arab and American issues with your host, Layla Al-Husseini. انتظروني، أنا محمد عبد الظاهر. الأسبوع الأخير من كل شهر وحلقة اقتصادية جديدة في صباح الخير ميشيغان. رؤية اقتصادية تحليلية ومجددة نلقي فيها الضوء على حركة الأسواق العالمية والاقتصاد الأمريكي وأسواق الشرق الأوسط. نرحب دائما بمشاركاتكم وآرائكم. يبث إليكم البرنامج في تمام الساعة 8 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية وعلى الموجة المتوسطة WNZK 9AM أو على الموجة المتوسطة WDMV 700. تابعونا فدائما لدينا الجديد. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم في صوت العرب من أمريكا راديو بلدي، ومعكم محمد عبد الظاهر. في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصاد اليوم، حيث أسعد بلقائكم لمناقشة آخر وأهم القضايا الاقتصادية الدولية والمحلية. أهلا بكم جميعا. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم وموضوعها نضوب النفط في منطقة الشرق الأوسط، هل سيؤثر على استقرار المنطقة؟ في البداية موجز لآخر أهم الأخبار الاقتصادية. بريطانيا تعين HSBC ولينكليترز مستشارين لإصدار صكوك إسلامية بقيمة تقارب $230 أمريكي. انخفاض مفاجئ للتضخم في منطقة اليورو في يناير، وارتفاع الين بعد بيانات التضخم في اليابان وهبوط اليورو. العجز التجاري التركي يرتفع إلى $9.9 مليار في ديسمبر العام الماضي. أسهم أوروبا تتراجع في بداية التعاملات اليومية، والذهب يتجه لوقف صعود استمرار 5 أسابيع بفعل بيانات قوية وزيادة الطلب الصيني. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم. حلقة اليوم نناقش فيها نضوب، أو وإذا صح القول احتمالات نضوب النفط في منطقة الشرق الأوسط، وهل سيؤثر ذلك سلبا على علاقات دول المنطقة مع الدول الكبرى، وهل حقا قد يساهم في تأجيج بعض الصراعات خاصة في المنطقة العربية؟ فقد توقعت عدة تقارير دولية بدء انخفاض إنتاج النفط والغاز بحلول عام 2020 بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل ارتفاع استهلاك النفط بالمنطقة مقارنة بأي منطقة أخرى في العالم. ويأتي ذلك متزامنا مع توقعات بارتفاع إنتاج أمريكا الشمالية من النفط خلال الأعوام 5 القادمة. فما هو مستقبل الاحتياطي العالمي من النفط من دول الشرق الأوسط؟ كل ذلك والمزيد نناقشه اليوم، ومعي على الهواء مباشرة أولا من دبي السيد نايل الجوابرة، الخبير والمحلل المالي والمدير الإقليمي لبنك لانس، وأيضا من مصر الدكتور يوسف نصر، المستشار الاقتصادي والخبير المالي
من القاهرة. أهلا بكم جميعا وأهلا بضيوفي الكرام. في البداية سيد نائل هل تسمعنا؟ نعم أسمعك، حياك الله وحياك لجميع المستمعين. أهلا بك سيد نائل وحياك الله. دكتور يوسف هل تسمعنا دكتور؟ نعم دكتور أنا يعني أعتقد أن المايك قريب جدا منك لأني كاد أسمع صوت عالي أو السيد نائل يعني المايك يبع تمام. في البداية سيد نائل يعني في ضوء ما قدمته من موضوع، هل لك أن تعطينا يعني تطور بسيط حول إنتاج المنطقة العربية وليكن دول الخليج من النفط خلال العقدين الماضيين؟ وهل هناك يعني إذا قررنا الأرقام بعضها ببعض، هل هناك فعلا تناقص في الاحتياط النفطي من المنطقة العربية في الوقت الحالي مقارنة بما سبق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة للنفط هي عبارة عن فقاعة، اعتبرها فقاعة إعلامية أدت إلى أن هناك نفط موجود في أمريكا وأنها سوف يغزو العالم وسوف تكون الرقم واحد في إنتاج النفط. هذا كلام غير صحيح، وهذه الإعلانات التي أصدرت خلال الفترة الماضية أو العقدين السابقين هي عبارة أن هناك وجود نفط، وجود نفط صخري موجود في قاع أمريكا، ولكن امتد إلى عدة قرون أو عدة سنين، والنسبة الموجودة به حاليا هي عبارة عن نسبة بسيطة. لو قارناه بدول الخليج هناك نسب كبيرة في دول الخليج. لو تكلمنا فقط عن المملكة العربية السعودية هناك فائض بالإنتاج 2 تقريبا 3 مليون برميل يوميا، فائض إنتاجي عندهم موجود يوميا. الآن لو تكلمنا عن الفائض الإنتاجي فقط، لو أن أصدرتها هي عبارة عن خروجها إلى الأسواق سوف تغرق الأسواق بإنتاج سعودي فقط، لكن إحنا لا نتوقع أن هذا الإنتاج إغراق الأسواق سوف يكون شيء إيجابي. هناك عوامل أخرى سوف تؤثر تأثير كبير على هذا النفط. لكن يعني سيد نائل هناك تقرير دولي حديث أكد أن احتياطي بترول الشرق الأوسط بلغ 64% من بترول العالم عام 91 مقارنة بعام 2011 انخفض ليمثل 48% من احتياط العالم. فهناك هنا فجوة كبيرة في خلال أقل من 20 عام. يعني هل تفسر ذلك أنه بالفعل هناك تناقص في الاحتياط النفطي من دول الشرق الأوسط يعني كيف تفسر تلك الأرقام؟ هي ليست تناقص في الشرق الأوسط، هي عبارة عن أن هناك إنتاج نفطي، هناك بعض الدول أيضا لم تقم بالإنتاج، هناك حظر بعد على إيران، هناك أيضا ليبيا لا تصدر النفط، أيضا هناك في العراق مشاكل في الأمن لا تصدر النفط. هذا دليل على أن هناك ما زال وجود نفط كثير في دول الخليج ودول المنطقة والدول العربية خاصة ما زال مخزونا تحت، هناك كميات كبيرة في الإنتاج. الانخفاض هذا الاحتياط هذا كلام صحيح هو 100%. حتى اليوم من قبل فترة يعني الوزير الطاقة الأمريكي إرنست موريس أصدر أن هناك مهما كان أن بلاده ستظل مستوردة للنفط خلال العقدين الجاريين رغم الطفرة في إنتاج النفط والغاز الصخري. أنه يعني بكلام الوزير الطاقة الأمريكي هذا دليل على أن هناك سوف يكون طلب إضافي في السنوات والعقدين القادمين. يعني أوجه سؤالي للدكتور يوسف. دكتور يوسف يعني من وجهة نظرك هل ترى أن هذه فقاعة إعلامية كما أكد السيد نائل، أم هناك فعلا تناقص في حجم الاحتياطي في الشرق الأوسط قد يتزامن ذلك مع بعض اكتشافات في دول أمريكا الشمالية أو الولايات المتحدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وطبعا الانتاج في البترول عندنا طبعا قل من شهر الظروف السياسية اللي احنا بنمر بيها عامة، ولكن هو فعلا الخام الزيت او البترول او المستخرجات عامة اللي هي من طبيعة الارض دي طريقها الى النضوج. احنا عندنا في للاسف في العالم العربي بنطلع الخامات ونبيعها باسعار يعني زهيدة جدا، وجميع دول العالم المتقدمة واللي عندها صناعات ثقيلة بتلجأ إلى طرد هذه الصناعات إلى خارج أراضيها اللي بنصدرها ليها إحنا عشان تستهلك الطاقة اللي عندنا
ببلاش طبعا، وتستفيد منها الاستفادة القصوى. واحنا حتى لما بنطلع الخامة دي عندنا بنطلعها خامة بنستخدم اعاش، فبنخسر اضعافا اضعافا من الخسائر. بالاضافة الى ذلك ان الدول دي بتلجأ الى الطاقة النظيفة انها تولد الطاقة بطرق مختلفة عن الحاجات الملوثة للبيئة، ومنها الحبوب طبعا والطاقة النووية، وفي عندهم صور كتيرة وهم في سبيلهم الى هذه الاستخدامات. لذلك احنا فعلا بنستهلك كميات كبيرة جدا وبنصدر كميات كبيرة، وده فعلا يعني ده خطأ اداري عندنا فادح. نعم دكتور، يعني من وجهة نظرك أن هذه ليست فقاعة إعلامية، ولكن هناك تناقص بالفعل في الاحتياطي نتيجة لبعض العوامل السياسية، وأيضا نتيجة لسوء استهلاك البترول في منطقة الشرق الأوسط. هذه وجهة. لكن يعني لو تحدثت مع السيد نايل أيضا عن نقطة استهلاك النفط في منطقة الشرق الأوسط، يعني معظم التقارير الدولية تؤكد أن هناك زيادة يعني في استهلاك النفط في منطقة الشرق الأوسط مقارنة دون غيرها من مناطق العالم. أي نصيب الفرد من النفط والمواد البترولية أعلى مقارنة بدونه من دول العالم؟ يعني هل تؤيد هذه وجهة النظر؟ وفي رأيك هل تؤثر هذه أيضا، نرجع إلى سؤالنا الأول مرة أخرى، في الاحتياطي النفطي في المنطقة؟ هذا بكل تأكيد تأثيره تأثير كبير. يعني لو لاحظنا أن إنتاج النفط في دول الخليج، تكلمنا عن دول الخليج خاصة، إنتاجه بكميات كبيرة، بيعه بسعر زهيد جدا للمواطن. لو لاحظنا في الفترة الأخيرة قامت دولة من دول الخليج هي البحرين بأنها سوف ترفع الدعم عن البترول، سوف ترفع الدعم عن الديزل. هذا أن هناك استهلاك كميات كبيرة من المواد النفطية وبدون جدوى، يعني كميات كبيرة استخدام للفرد ولكن بدون عوائد كبيرة. هناك في الدول الخارجية من الدول أوروبا، دول أمريكا خاصة، هناك تستورد تستخدمها ولكن عليها ضرائب، عليها أمور أخرى. لاحظنا أن هناك دول الخليج اتجهت إلى مصادر أخرى أيضا نظيفة، مثل ما تفضل الدكتور أنه في هناك مصادر نظيفة، اتجهت الى الامارات، الان السعودية سوف تبني اكبر محطة للطاقة الشمسية، اتجاههم الى المصادر الاخرى، دعم ايضا الى المصادر الموجودة في باطن الارض. هناك تقليل ما نتكلم عنه، ان هناك المخزون النفطي في دول الشرق الاوسط انه يقل، هذا ما اتوقع ان يكون اقل، ولكن هناك زيادة في الانتاج. لو لاحظنا ان هناك ممكن تكلموا عن هذه القلة بالفائض الموجود في الدول العربية، سوف نتكلم ان هناك دول ما زالت لم تصدر له، مثل المشاكل السياسية التي صدرت عندنا في الدول العربية. لو تكلمنا ان هناك دخول هذه الدول او هي مثل ليبيا، مثل العراق، مثل ايران، دخولها الى تصدير النفط، ان هناك سوف يكون فائض فوق المتوقع في الخام النفطي في الدول العالم. يعني دكتور، يعني دعني هنا يعني اقتبس من تقرير دولي لصندوق النقد الدولي، واختص بالذات المملكة العربية السعودية لعام 2011، حيث أكد التقرير أن أسعار المنتجات النفطية من بين أدنى الأسعار في العالم، وأشار أيضا أن نمو الاستهلاك المحلي من الطاقة إذا استمر في الاتجاهات الحالية سيساهم في الحد من قدرة المملكة على التصدير. يعني وأكد التقرير أن استمرار معدلات الاستهلاك المتصاعدة للمنتجات النفطية قد يؤدي إلى استهلاك جميع ما تنتجه المملكة من النفط خلال عقدين من الزمن. يعني ما تعليقك على هذه الجزئية من التقرير؟ سيد نايل تسمعني؟ أسمعك. أي نعم. يعني ما تعليقكم على هذه الجزئية من التقرير؟ بالنسبة للتقرير، بالنسبة للتقارير، لو لاحظنا أن هناك أقدم حقل في العالم يعتبر من في السعودية، حقل الغوار كان يستخرج منه تقريبا 63
63 برميل نفط يوميا، طبعا 37% من البترول وتقريبا الباقي يكون ماء. الآن تناقصت هذه الكميات لكي تكون يوميا تصدر منه 5 ملايين برميل يوميا. هذا من أقدم نفط، أقدم حقل نتكلم عنه. لو أن هناك توقعنا أن هناك قليلا من الإنتاج النفطي في دول الخليج أو في المملكة العربية السعودية خاصة أنه يقل، كان ما في. كل فترة نسمع أن هناك حقل جديد يتم حفره، هناك حقول جديدة لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، لم تصدر أي برميل واحد من إنتاجها. هناك فائض كبير. أنا أتوقع أن الذهب الأسود في السعودية هو الخام الكبير التي توجد لديها والصادر الكبير للعالم من المملكة العربية السعودية. دكتور يوسف، سوف أحتاج إلى تعليق منكم على نفس الجزئية، ولكن دعنا نأخذ فاصل إعلاني ونعود إليكم. commercial break please. مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية في مدينة ساوثفيلد في ولاية ميشيغان، المؤسسة الرائدة في العمل الإغاثي والإنساني. مؤسسة الحياة منذ 20 سنة تقدم العون للفقراء والمحتاجين والمتضررين بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب في شتى أنحاء العالم. كما تقوم مؤسسة الحياة بكفالة الأيتام والعوائل الفقيرة وحفر آبار المياه في مناطق الحاجة، وأيضا تقوم مؤسسة الحياة بتزويد المشافي والمستوصفات الصحية بالأدوية والمعدات الطبية وإنشاء مدارس وعيادات طبية في أقطار عديدة من العالم. مؤسسة الحياة مرخصة للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع التبرعات معافاة من الضرائب. اتصلوا بمؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية على رقم الهاتف المجاني 1-800-827-3543 أو زوروا موقعهم الإلكتروني على www.lifeusa.org. يا صعيدي نزهة حبيت أدلعها. انجي دايما لصاحبها زهر عبد الحق مجوهرات رائعة الجمال للعرائس، أروع تشكيلة من المجوهرات الألماس، مجوهرات نادرة لا مثيل لها ولا يوازي سعرها أي مجوهرات أخرى في دقة الصنع وجمال التصميم، صياغة عربية وأوروبية، أحلى قطع الذهب، الألماس، البلاتين والأحجار الكريمة وخواتم الزواج لأحلى مناسبة في حياتكم. نظام مضمون 100%، يشترون الذهب بأفضل الأسعار الموجودة في الأسواق، تصليح كافة القطع. مجوهرات زهير عبد الحق تقع على 5601 شيفروت في مدينة ديوبون. اتصلوا بهم على 313-582-7888 313-582-7888. أحلى مجوهرات لأحلى مناسبة. أهلا بعودتكم من جديد وحلقة اليوم من برنامجكم الاقتصاد اليوم، وموضوعها نضوب النفط في الشرق الأوسط وهل يهدد بعدم استقرار المنطقة. دكتور يوسف، كنا قبل الفاصل تطرقنا إلى جزء من تقرير صندوق النقد الدولي عن استهلاك المملكة العربية السعودية للنفط والمنتجات النفطية، وأشار التقرير أنه يعتبر من بين أدنى الأسعار في العالم سعر النفط والمنتجات النفطية في المملكة، وهذا سوف يؤثر سلبا في ما تنتجه المملكة قد تستهلكه في خلال عقدين من الزمن. تعليقك على هذه الجزئية يا دكتور. ولكن طبعا يكون سعر البترول في السعودية طبعا قليل، لأن هي أصلا دولة منتجة ومن أكبر الدول العالم المنتجة للبترول، فدي حاجة طبيعية جدا يكون السعر عندنا منخفض، وعندنا في معظم الدول العربية كده، وعندنا في مصر برضه في دعم للطاقة، فالأسعار جيدة جدا. وبرضه لكن دائما يعني مستدعية إن إحنا نبدأ نتفرج كده على العالم وإن هو بيستغلنا ونص دمنا، لأن في فعلا الأبار بالفعل نضبط، يعني في أبار البترول فعلا خلاص ما بقاش فينا بترول. طبعا مفيش برضه كميات كبيرة مكتشفة، في لسه أماكن زي ما الدكتور تفضل وقال مفيش محدش اكتشفها، ففي لسه اكتشافات كتيرة إن شاء الله هتكون موجودة. بس برضو يعني لازم احنا نعتمد على الطاقات الجديدة زي طاقة الرياح والطاقة الشمسية والماء والطاقة النووية، يعني لازم احنا نواكب العصر ولازم احنا نتغير، لأن يتجدد يتبدل، لازم احنا نكون عندنا وعي كده.
ما تقولش ان احنا عندنا مخزون وعندنا غاز ونقعد بقى كده في المحل اللي يستهلك فقط او اشمعنى كده ما ينفعش، لازم يكون في اداره حكيمه عندنا نواكب فيها كل التقدم في العالم عشان ما نستغلش بعد كده ان العالم كله بقى استغنى عن البترول بتاعنا ووجد حاجات بديله يستخدمها للطاقه بديله، واحنا كده بس نعمل دور ونشرب احنا البترول بتاعنا. تمام دكتور. السيد نايل يعني تحدثنا عن النفط والغاز الصخري، وهو هناك العديد من الدول في الغرب سعت حقا الى البحث عن النفط والغاز الصخري كمصادر للطاقه لديها، ولكن يعني كل يلوم على المنطقه العربيه انها تعتمد الان بالدرجه الاولى على النفط الطبيعي، فكيف لنا ان نخلق هذا البديل وخاصه مع وجود طاقات نظيفه اخرى؟ كيف نحث الحكومات على البحث في مشروعات لاستخراج النفط والغاز الصخري، وكيف وصلنا حتى الان في هذا المجال دكتور السيد نايف؟ طبعا بالنسبه انا مع الدكتور انه الى الان نحن ما زلنا في الخلف بصدور الطاقات الجديده. الطاقات الجديده في بعض الدول اتجهت الى الطاقات النظيفه مثل في بعضها في دول الخليج، هناك استثمار، هذا استثمار جديد لدى العالم، استثمار هناك يعني شركات تتخوف من هذا الاستثمار الجديد الذي سوف يطرح في العالم، لكن علينا ان نتجه كحكومات كشعب كافراد الى الطاقه النظيفه. اتجاه بعض أشخاص أيضا لو لاحظنا في بعض الدول العربية تجاه إلى الطاقة النظيفة في منازلهم بدون دعم، ما دعمهم الخاص بدون دعم من الدولة أو دعم من الخارج. لو تكلمنا مثلا عن البترول والبترول، اتجاه بعض الشركات في بنك باركليز اتجاه الشركات النفطية استثمارها مقارب بين 2010 إلى 2011 تريليون دولار. لو نظرنا الى تريليون دولار من 2010 الى 2011 الشركات النفطيه اتجهت الى هذا المنظوم لانهم عارفين او ان الاستثمار قديم. الان يوجد لدينا استثمارات جديده مثل الطاقه النوويه، مثل الطاقه الشمسيه خاصه اللي هو احنا الدول العربيه او الدول الخليجيه نستمتع بها وبقوه. الان لو تكلمنا عن طاقه المصدر اللي هي موجوده في انتظروني انا محمد عبد الظاهر في الاسبوع الاخير من كل شهر وحلقة اقتصادية جديدة العربية موجودة مثلها طاقات وعند الفرد ان تكون بداية يعني من الافراد الى الحكومات. الطاقة الان النسبة للنفط طبعا ممكن ينفذ في اي وقت، هو عبارة عن ذهب اسود، الذهب الاسود له قيمته، الذهب الاسود ممكن ان يخف او يقل قيمته خلال الايام القادمة مثل ما تفضل الدكتور، مثل ما تفضلت اخوي محمد انه ممكن بعدين يكون لدينا كميات كبيرة والدول الخارجية مثلا ما تستورد من عندنا، خلاص عندها اكتفاء ذاتي بالنسبة للطاقات الاخرى او الموارد الاخرى. علينا ان نطلع ايضا داخليا من دولنا ان نطلع الى هذه الطاقات ونستغلها في داخل كل دولة عربية. طيب سيد نايل، لو نظرنا على الجانب الآخر من الكرة الأرضية في أمريكا الشمالية أو الولايات المتحدة، يعني وفقا لبيانات سجلات الإنتاج النفطي الأمريكي، يعني وجد أنها سجلت منذ عام 1970 إنتاج بلغ ذروته ما يعادل 9.6 مليون برميل يوميا، ثم بدأ هذا الإنتاج بالهبوط تباعا تدريجيا حتى وصل خلال العام 2011 إلى ما يقارب 5.5 مليون برميل يوميا. لكن هناك تغير الوضع مع دخول النفط الصخري والغاز الصخري مع نهاية العام الماضي في الولايات المتحدة وفقا لأحد تقديرات الوكالة الدولية للطاقة في سبيلها لإنتاج ما يعادل إنتاج المملكة حتى عام 2020، بل ربما يعني أكد التقرير وهذا يعني هذه أمامي نسخة منه الآن، ربما تتمكن من الوصول لهذا المعدل قبل هذا التاريخ في العام 2017. فيعني هل ترى في يعني في هذا الأمل أو هذه التوقعات التي يضعها الغرب أو تضعها الولايات المتحدة
يعني بعدا جديدا قد يغير من استراتيجية القوة الاقتصادية أو القوة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وعلاقتها بالغرب. ما أعتقد هذا نهائيا، لأن يعني الطاقة، منظومة الطاقة اللي صارت اللي متوقعة في 2020 أن يكون إنتاج النفط في أمريكا 11.6 مليون برميل يوميا، اي ان هناك يعني منظومة الطاقة التي هذا الرقم استبعدت مثلا السعودية الانتاج الطاقة، الحين ان الطاقة في الفائض في الانتاج السعودي 2.5 مليون برميل يوميا، اي ان هناك سوف ترفع الطاقة انتاجها السعودية الى 12.5 مليون برميل يوميا. والوزارة تكلمت عن هذا في المملكة العربية السعودية عن سوف ترفع طاقتها الانتاجية الى 15 مليون برميل يوميا. الطاقة اللي هي منظومة الطاقة استبعدت طبعا 2.5 برميل يوميا، 2.5 برميل يوميا ترفع انتاج السعودية، لانه انتاج السعودية 10 مليون برميل، بما انه الرقم الذي صدر 11.6 وضع ان امريكا هي اللي في الصدارة، ونست الطاقة ان هناك 2.5 فائض زائد، والطاقة في المملكة العربية السعودية متوقع أن ترفع الانتاج إلى 15 مليون برميل يوميا. هناك كميات كبيرة من النفط ما زالت في باطن الأرض وأعلنت عنها في المملكة العربية السعودية وأرامكو بالتحديد، لأن لو نلاحظ أن هناك الميزانية السعودية منذ 5 سنوات تقريبا وهي بزيادة فائقة تفوق التوقعات. الآن دول العالم كانت جميعها تنتظر فقط ميزانية المملكة العربية السعودية، كانت وضع النفط عند في العام الماضي كانت وضع النفط عند 85، النفط العام الماضي كان فوق $100 يوم في اليوم. الانتاج الفائض هذا طبعا يعود على الوضع الاقتصادي في داخل كل دولة وخاصة في المملكة العربية السعودية. دكتور يوسف، هل لنا ان تعلق على نفس الجزئية كما ذكرت سالفا؟ انا اعتقد ان بعض التقارير دي بيكون فيها جزء سياسي اكتر حقيقي، لان فعلا هو ما بيجي يقارن انتاجه مع السعودية، ان هو يطلع 11 يطلع 10 والسعودية يطلع 10 ويوقف السعودية دلوقتي على وضعها الحالي، ف2020 هو يبقى 11، هو ده غير عادي يعني، ده كده يعني منافسة غير شريفة او كلام غير منطقي يعني. والتقارير دي على ما اعتقد يعني انها يعني حاجة دافعة للعالم العربي انه يزود انتاجه عشان يحافظ هو على السعر ويقدر يستغلنا كويس جدا في الفترة دي، عشان برضه العالم العربي ما يقدرش يلم راسه ويقدر يستغل موارده ويقدر يستخدم طاقاته، وبينفعك ان انت تزود الاستثمارات الاجنبيه عندك ويدخل لك شركات اجنبيه بتاخد انتاجك وانت بتدفع لها فلوس برضه. يعني عندنا في شركات في مصر هنا بتخسر وهي بتصدر بترول، انا مش عارف ازاي يعني سبحان الله. فدي كلها بحس انها يعني دفعات لينا احنا عشان نزود من الانتاج، عشان هو يحافظ على السعر وممكن يخفضه ويستغل لك اسوء استغلال. تمام. يعني في ضمن هناك نقطة خاصة بنضوب الإنتاج، يعني هناك البعض يؤكد أن كلمة نضوب الإنتاج لا تعني فقط استنفاذ الاحتياطي الموجود، ولكن يشمل هذا المفهوم ارتفاع تكاليف الاستخراج وتكاليف الإنتاج عن قيمته الفعلية. يعني ده سبب الدكتور يقول الآن أن هناك بعض الشركات تنتج النفط وتصدره وتخسر، فهناك بعض الوسائل والطرق التي تم عرضها انتاجه. فلو ضربنا مثالا في سلطنة عمان مثلا، فإن الماء المستعمل في حقن الأبار البترولية للمساعدة على استخراج النفط من الأبار قد بلغ انتزاجه مع النفط الآن داخل أكبر حقن في سلطنة عمان نحو 90%، فهذا يعني نسبة ضخمة، مما يجعل الانتاج منخفضا وتكلفته عالية جدا مقارنة بما يمكن أن يكون عوائد النفط. يعني سيد نايل، أنا سوف أطلب منك تعليقا على موضوع تكاليف الإنتاج وأيضا الدكتور، ولكن دعونا نأخذ فاصل إعلاني ونعود إليكم. commercial break please. منتجات زياد، من عائلتنا إلى عائلتكم، أفضل المنتجات الغذائية على الإطلاق. ماركات سلطان، كرافت، نسلي، بوك، ريجو، تيكان، دانا، بالإضافة إلى مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية التي تحبها تجدها في كافة المحلات. للمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا زياد.com.
منتجات زياد من عائلتنا إلى عائلتكم. للمحامية جمانة كيروز باع طويل وناجح في قضايا الإصابات الشخصية وحوادث السيارات، حيث أن مكتبها يضم أكثر من 60 موظف وباقة ضخمة من المحامين المتخصصين في هذه القضايا. سجلها يتكلم عنها، وهي التي تفوقت بإنهاء أكثر من 99% من قضايا موكليها بالنجاح الكامل الذي مكنهم من الحصول على عشرات وعشرات الملايين من الدولارات سنويا. الاستشارة مجانية، والالتزام بمصالحكم من أهم أولوياتها. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم 248-557-3645-948-557-3645. أهلا بعودتكم من جديد، وحلقة اليوم وموضوعها نبوب النفط في الشرق الأوسط، هل يهدد بعدم استقرار المنطقة؟ سيدنا، كنا تحدثنا عن تكاليف الإنتاج وهي قد ترتفع خلال الفترة القادمة، مما يؤدي إلى خسائر في تصدير البترول، وهو أيضا ما يؤثر سلبا على استنفاد الاحتياطي النفطي. ما رأيك في هذه النقطة؟ أنا أستبعد هذه بسبب أن هناك كانت عقود بين الدول الخليج مثلا أو الدول برا الخليج اللي هي مثل بريطانيا. لاحظنا بالفترة الأخيرة أن دبي استغنت عن هذه العقود، هي كانت العقود تقريبا فوق 70 سنة، تقريبا 75 سنة في دبي. السنة هذه الحمد لله بفضل الله أيضا أبو ظبي استبعدت عن هذه الشركات، وصار الإنتاج هي لدى الحكومة الذاتية. طبعا الشركات العالمية أو الدول خلنا نتكلم عنها، هي عبارة أول ما أصدرت النفط طبعا ما كان عندهم أي معلومة عن النفط أو أي معلومة ما هو استخراج النفط وما هي فوائده، وبعد طبعا استقطاب اللي هي الأيدي العاملة، استقطاب الشركات العالمية إلى دول الخليج، خاصة اتجهوا إلى طبعا استخراج النفط من باطن الأرض. طبعا كان هناك عقود طويلة الأمد وقارب 70 سنة. الآن بفضل الله تعالى نتكلم عن دبي، كانت هناك 70 سنة وتخلصنا منها، وأيضا في أبو ظبي وتخلصنا منها. الآن سوف يكون الناتج اللي سوف تصدره هذه الحقول هي للحكومة نفسها، ليس لدى دخل أي شركات أخرى. هناك دول أخرى طبعا الإنتاج ممكن تكون ما زالت هناك عقود فيما بينهم بين دولهم ودول أخرى، سوف تكون هناك الشركات أكيد سوف تعلي الخسائر بسبب أن الإنتاج وسبب التصدير بسبب كذا. أما بالنسبة ما تفضلت عليه نسبة الحقول اللي هو في مثلا عمان، نسبة اللي صارت الماء في 90%، هذا دليل على أن هناك شركات محكمة على هذا الحقل، عليه مثلا الدول أن تلاقي حقول أخرى. هناك كميات كبيرة من النفط، هناك كميات هائلة بباطن الأرض. دكتور يوسف، هل لك من تعليق على هذه النقطة؟ ان شاء الله. هو بالنسبه احنا مثلا عندنا في مصر الحكومه عندنا او زمان ايام الاحتلال الاسلامي لمؤسسه الشرق الاوسط للغاز ارتكبوا جريمه، ان هم عملوا عقد كبير جدا مع الشركه. احنا يعني متر مكعب الغاز بنبيعه باقل من تكلفته كتير جدا، ويمكن العشره واقل كمان من تكلفه الانتاج. طبعا ده بيخلي عندنا طبعا خسائر فضيحه، ومتجهين بيها معهم عشان صورة مصر انها بتلتزم بالاتفاقات الدولية، وطبعا بتحقق لنا خسائر كبيرة جدا. فالمشكلة في ان الحكومات انها تعمل اتجاهات كبيرة، يعني دي كده جريمة خطيرة بحق صعوبها انها تعمل اي اتفاقية مع اي دولة مفتوحة. مفيش حاجة اسمها اتفاقية مفتوحة، خد انها تحاسب بالسعر العالمي. ودي من ضمن الاسباب اللي عندنا مشاكل، انها تخلي دولة زي اسرائيل بتصدر الغاز بتاعنا وغازها باسعار كبيرة جدا، تحقق ارباح هائلة نتيجة خطأ إداري أو خطأ حكومي. سيد نايل، يعني لو تطرقت إلى نقطة خاصة بفك الارتباط العالمي بأسعار النفط، يعني في حال أن أمريكا الشمالية استطاعت إنتاج أو تغطية استهلاكها من النفط مستقبلا كما تقول بعض التوقعات، سواء كانت صحيحة أو خاطئة، هل ترى أن هناك احتمالية فك ارتباط بين أسعار النفط في شمالا وجنوبا، يعني في الدول الغربية ومنطقة الشرق الأوسط، وما يؤثر ذلك على
العلاقات السياسية بين تلك الدول. بالنسبة يا أخي محمد اللي هو الاكتفاء الذاتي اللي كانوا يتكلموا عنه بالتقرير الأمريكي اللي هو النفط الصخري، هي ليست من أمريكا الشمالية فقط، أيضا من البرازيل، انتاج من البرازيل ايضا، لا ننسى البرازيل سوف تكون داعم ايضا الى امريكا. بالنسبة للاكتفاء الذاتي انا ما اعتقد انه سوف يكون ارتباط بينهم وبين الشرق الاوسط. الشرق الاوسط هو الداعم او الداعم الرئيسي والاكيد بالنسبة للنفط، النفط هو الثروة الكبيرة التي توجد لدينا وتدعمهم. اما بالنسبة لهذه العوامل هل سوف تؤثر على الوضع السياسي؟ بكل تأكيد هناك عوامل سياسية اخرى تتطرق على المواضيع الاقتصادية. دكتور يوسف، هل ترى أن فعلا هناك فك ارتباط قد يؤثر على القضايا السياسية داخل المنطقة العربية أيضا؟ أكيد طبعا الاقتصاد مؤثر تأثير مباشر على السياسة، لأن عدم العدالة الاجتماعية وعدم توفر جو داخلي مناسب للشعب عشان يقدر يعيش عيشة كريمة بيؤدي للصراعات وبيخلي الحكومات زي عندنا كده في مصر اللي احنا شايفينه بيأثر علينا وبيخلي الدول خارج مصر تطمع فينا، وكذلك في الدول برضو الربيع العربي كما يقولون عنها. في مباشر الاقتصاد على السياسة في مباشر. سيد نايم، لو توجهنا إلى آسيا وإلى الصين وروسيا وإنتاجهم النفطي المتوقع خلال الفترة القادمة، هل ترى أن هناك سمة التوازن بين القوى الكبرى في حال بدأت الصين وروسيا وخاصة المسيطرون على إنتاج ضخم من الغاز الطبيعي خلال الفترة القادمة، قد يعمل توازن ويعيد يعني صفة القوى المتوازنة بين الغرب وآسيا فيما يختص بالقضايا المتعلقة بالشرق الأوسط أو أفريقيا؟ بكل تأكيد أخوي محمد، لو تكلمنا عن أول حقل نفط في العالم كان في الصين، هو أول إنتاج في الحقل كان في الصين، كانوا يستخرجونه مع الماء ويرشون فيه الطرق لكي يفك إنه ما تكذبش عليه العربات اللي عندهم بالسابق. طبعا بالنسبة للإنتاج المتوقع أن تكون روسيا تضاهي قطر من إنتاج الغاز في خلال 10 سنوات. طبعا انتاج الغاز الطبيعي هو داعم قوي لهذه الدول. اما بالنسبه للنفط، خلينا نتكلم، هو النفط احنا النفط يتكون من عده مركبات. النفط الصخري اللي يتكون من نفط خفيف، نفط ثقيل، بنزين، سلت الى اخره. طبعا بالنسبه الى الغاز ايضا كان له منتوج خاص لديهم، طبعا يستخدموه كدول الشرق آسيا مثل الصين، اليابان، مثل روسيا، يستخدموا استخدام كلي لديهم. بالنسبة للإنتاج اللي عندهم هي كمياتهم قليلة، ولكن استيرادهم إلى هذا الشيء كبير جدا. لاحظنا أن حتى في الوقت الماضي أن استيراد مثلا الصين الهند من إيران وكانت عليها حظر، ولكن استوردت أيضا من إيران. اتجاه الصين والدول اللي هي شرق آسيا إلى الدول الشرق أوسط بسبب عدم وجود لديهم هذا الناتج. تكلموا بالفترة السابقة، لو تكلمنا من قبل 4 أشهر تقريبا، صدر تقرير من الصين أنها سوف تكون الدولة المستوردة الأولى. الآن الدولة المستوردة في العالم إلى النفط هي أمريكا، كانت تتوقع أن تكون الدولة المستوردة إلى النفط الخام هي الصين، وحصلت عدة مشاكل سياسية فيما بينهم وتوقف هذا الخبر، ولاحظنا أنه اختفى عن الشاشة بكل نتائجه أيضا. تمام. ضيفي الأعزاء معي متصل لديه سؤال. السلام عليكم. صباح الخير. السلام عليكم. وصباح الخير. Good morning America. صباح الخير أمريكا. ونشكر السيدة ليلى الحسيني على هذا البرنامج المفيد، وتحية إلى الضيوف الكرام هناك، أخوكم نجيب حبة. سؤالي هو لكل مادة مستقبليا أن تنفذ، فبالنسبة لاحتياطي النفط الموجود في بلادنا العربية في الشرق الأوسط، ماذا تكون النتيجة لمستقبل أبنائنا وأجيالنا عند نفاذ الاحتياطي؟ طبعا البترول هو الركيزة والاعتماد على اقتصاد هذه البلاد. ماذا يكون المستقبل عند نفاذ النفط في منطقتنا العربية؟
وشكرا لكم وأرجو الإجابة. شكرا شكرا سيد نجيب. وصل السؤال. شكرا. يعني ما هو توقعنا للمستقبل أبنائنا أو مستقبل أمتنا إذا في حال نفاذ النفط؟ يعني أرجو السيد نايل إليك السؤال. طبعا شكرا للسيد نجيب. طبعا بالنسبة للنفط ووجوده ما هو سوف ينتج الآن، من الآن علينا أن نعمل، من الآن علينا أن نعمل أنه تكون هناك مصادر أخرى، من الآن علينا أن نعمل أن هناك لدينا طاقات أخرى غير مستهلكة في مثل الموارد الطبيعية، عندنا الماء، عندنا الشمس، عندنا أمور أخرى علينا أن نستغلها. ماذا سوف ينتج للنفط؟ احنا لن نتكلم عن أنه سوف ينفذ، نحن الآن لو اتجهنا إلى مصادر أخرى سوف يكون لدينا عدة نتائج أو عدة موارد إلى ليست أحفادنا، أحفاد أحفادنا. الآن علينا أن نعمل منذ اليوم على مصادر أخرى، مصادر جديدة لكي تكون للأجيال المستقبلية. دكتور يوسف، تعليقك على سؤال الأستاذ نجيب. وزي ما أخي قال يعني وأنا قلت قبل كده برضو، نحن يعني نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونستهد ونعمل بجد عشان ربنا يكرمنا ونقدر نعيش في مستوى كويس ونعيش أولادنا في المستقبل الحياة كريمة وسط هذا العالم الذي تحول إلى غابة يأكل الكبير فيه والصغير. فيجب أن نكون أقوياء وأعد لهم ما استطعتم من قوة. احنا أمرنا أن نعد لهم كل أنواع القوة، وأهم قوة نتقوى بها هي قوة العلم. نستغل العلم دوت زي ما هم استغلوه برضه ان هم يطلعوا طاقات جديده زي ما قلنا المواد النظيفه والنفط الصخري اللي هم ما كانواش عارفين يطلعوه، لانه بيكلفهم كتير عشان يطلع النفط الصخري ده تكلفته عاليه. كان بيستسهل ياخد النفط بتاع العراق وبتاع ايران والدول اللي هي وليبيا اللي هو على وش الارض، كان بيستغل هذا النفط ببلاش يعني بالنسبه له لا يكلفه شيء، وبياخده مننا باسعار مدعومه ما شاء الله. كنا بندعم العالم كله. فنجب علينا ان احنا نعيد حساباتنا تاني، الحكومات بتاعتنا تعيد حساباتها تاني، تهتم بالعلم، تهتم بتوفير طاقات جديده ومتجدده لا تنضب عشان نقدر نواكب الحياه ونعيش حياه كريمه ونعيش اولادنا حياه كريمه ونطمن على مستقبلهم. كما ربنا امرنا سبحانه وتعالى بالعلم، اول كلمه نزلت في القران اقرا، واحنا امه لا تقرا لا حول ولا قوه الا بالله. يعني سيد نايل، يعني هذا يدعني ان اتوجه بسؤال نحو الاحتياطي الفعلي لمنطقة الشرق الأوسط. يعني نحن نعلم أن هناك حظر على بعض الدول وهناك مشاكل سياسية كما في العراق أو في ليبيا تمنع دون خروج الاحتياطي أو خروج الإنتاج الكامل لتلك الدول. لكن يعني هل تجد أن إنتاج الدول التي توجد في نطاق الحظر أو توجد في مشاكل سياسية، هل هذا قد يزيد من الاحتياطي العالمي من منطقة الشرق الأوسط؟ هل هذا قد يحل بعض المشكلات الخاصة بالخوف من نضوبه أو نضوب النفط أم ماذا؟ بكل تأكيد هناك احتياطات كبرى في العالم. لو تكلمنا عن مثلا السعودية، احتياطي عام 2007 265 مليار برميل. ايضا لو تكلمنا عن ايران 136 مليون برميل. هناك طبعا يعني ايران لم تصدر سبب الحظر التي عليها. الدول طبعا اللي مثل ايضا ليبيا الان جايها مشاكل، طبعا 41.3 مليون برميل، هذا كله طبعا عام 2007. النتائج هذه اللي تكلمنا عنها انه احتياط النفط هذا طبعا متوقع ان يكون بزياده هاي سنه 2007. الان ما تقريبا اكثر من 7 سنوات فيما مضى، الانتاج اللي موجود او الفائض اللي موجود لدينا هو مخزن الى ما بعد ذلك. علينا ان نتاكب، علينا ان نتجه الى طبعا الى الاتجاهات السليمه، الى امور اخرى غير النفط طبعا، أمور استثمارية أخرى لكي نتجه إليها ونجذب المستثمرين إلى منطقتنا في البداية. نعم، يعني دعونا نأخذ فاصل إعلاني ونعود إليكم مرة أخرى. commercial break please.
الدكتور عبادة الزحيلي أخصائي أمراض السكري والغدد الصم يعمل على إجراء الأبحاث منذ أكثر من 12 عاما، وهو منكب حاليا على عدد من الدراسات السريرية التي تضم المرضى البالغين والأطفال المصابين بداء السكري من النوع الثاني. يتلقى المشاركون في الأبحاث السريرية تحت رعاية الدكتور زحيلي فحوصات مخبرية وطبية مجانية، إضافة إلى اللوازم الطبية والأدوية للمساعدة في علاجهم. كما يتم دفع تعويض للمشاركين المؤهلين في البحث وتغطية نفقة التنقل والوقت الذي يقضونه في الأبحاث، إضافة إلى تقديم الرعاية الفائقة لهم في علاج مرض السكري والسيطرة عليه. وقد تم رفض قسم الأبحاث بموظفين ودودين ذوي خبرة يعملون على إدارة برامج رعاية المرضى وجدولة إقامتهم. يمكنكم زيارة زحيل للاستشارات الطبية على 1331 مورو ستريت في مدينة ديربون، أو call in 313-581-8903. That is 313-581-8903. المحامي سيفن نجام المحامي القدير في الهجرة والتجنس يعلن افتتاحه لمكتبه الواقع في مدينة ديربون وتماما على 5300 شيفا رود. المحامي لجام لديه خبرة طويلة في قضايا الهجرة والتجنس، قضايا الترحيل، يتعامل أيضا مع قضايا اللجوء من داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا جميع أنواع الفيز. المحامي لجام لديه مكاتب منتشرة في العديد من الولايات الأمريكية، بوسطن، نيويورك، واشنطن وميشيغان. لجميع استفساراتكم القانونية اتصلوا بالمحامي لجان على الرقم 313-945-0022 313-945-0022. جميع الاستشارات مجانية لمستمعي صباح الخير ميشيغان. انتظروني انا محمد عبد الظاهر في الاسبوع الاخير من كل شهر وحلقة اقتصادية جديدة في صباح الخير ميشيغان، رؤية اقتصادية تحليلية وموجزة نلقي فيها الضوء على حركة الاسواق العالمية والاقتصاد الامريكي واسواق الشرق الاوسط. نرحب دائما بمشاركاتكم وارائكم. يبث إليكم البرنامج في تمام الساعة 8 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية وعلى الموجة المتوسطة WNDK 9AM أو على الموجة المتوسطة WDMV 700. تابعونا فدائما لدينا الجديد. اهلا بعودتكم من جديد وحلقة اليوم من برنامجكم الاقتصاد اليومي، موضوعها نضوب النفط في الشرق الاوسط هل يهدد بعدم استقرار المنطقة. يعني سيد نايل، جاءني سؤال من متابعين على الفيسبوك، احدهم يسأل هل يمكن للولايات المتحدة أن تستغني عن النفط من الشرق الأوسط؟ بكل تأكيد لا، لأنه مهما كان إنتاج النفطي لدى الولايات المتحدة فهي لن تستغني عن الإنتاج اللي هو مثل ما تفضل الدكتور الرخيص. هناك إنتاج نفطي وكمية النفط الموجودة في الخليج لن تستغني نهائيا عن منطقة الخليج، خاصة الإنتاج الذي موجود لدينا في منطقة الخليج تفوق إنتاجات الولايات المتحدة، ومثل ما كان متوقعين أن تكون 11.6. طبعا أن تستغني نهائيا بكل تأكيد لا. دكتور، ما تعليقك على نفس ذات السؤال؟ طبعا نايم، هو نفس الكلام، هو تسمع عننا ازاي هي بتستفيد منها كويس جدا، هي بتنتج اللي هي يعني بتكمل اللي هو انقصها فقط، لكن هي مستفيدة مننا فعمرها ما تسمع عننا طبعا. لكن يعني سيد نايل، هناك يعني بعض التعليقات في ذات الموضوع، يعني في حال نضوب او قلة او استغناء الولايات المتحدة او بعض الدول الكبرى عن
النفط الشرق أوسطي، هناك قد تشهد المنطقة نوعا من الاستقرار السياسي، يعني بمعنى هناك أياد خارجية قد يعني تكف عن الدخول في الصراعات المنطقة الشرق الأوسط. هل تتفق مع هذه وجهة النظر؟ بالنسبة للوضع السياسي طبعا تختلف من دولة إلى أخرى، من منطقة إلى أخرى. طبعا بالنسبة للوضع الاقتصادي، إذا استقر الوضع الاقتصادي، استقر سعر النفط، الآن سعر النفط فوق $100، الأسعار هذه هي تضر في بعض الدول، تضر حتى في أمريكا، تضر لأنها سوف تورد $100. هناك الأسعار يعني كان الوضع مستقر، السياسة مستقرة، بكل تأكيد أن سوف يكون السعر أقل من ذلك. كل ما كان أقل، هي طبعا الدول المستوردة هي المستفيد الأول، وكل ما كان السعر أقل من $100. الآن ما هو الأوضاع السياسية، طبعا استقرار الوضع السياسي، استقرار كل شيء طبعا بيكون داعم للجميع، ليست لدول منتجة فقط ولكن أيضا الدول المصدرة أيضا. يعني أستاذ نعيم، لو نظرنا إلى خريطة الصراع أو المناطق الملتهبة في الشرق الأوسط، بداية من العراق إلى إيران إلى سوريا إلى ليبيا، يعني نجد أن تلك الدول بالفعل تنتج بترول وله حجم معين، يعني البعض يتهم الدول الكبرى في التلاعب في هذه المناطق لصالحها، لكن في حال أنها لا توجد بها بترول وليس لديها احتياط يذكر مثل سوريا، فأمريكا أو الدول الغربية تتنحى جانبا عن تلك الصراعات. لا يا أخي محمد، هناك طبعا بترول في جميع الوطن العربي، لو لاحظنا أن مثلا دول ما فيها بترول هو النفط الخام، هناك غاز، هناك موارد أخرى، كل الدول ما شاء الله بفضل الله تعالى موجود فيها موارد. أما الوضع السياسي طبعا كل مكان مستقر إلى الجميع، حتى لي ولك، الوضع السياسي ما دام أنه كان مستقر في أي دولة، مثلا اللي في الدولة نفسها لم يلعبوا لدول أخرى، سوف يكون الاكتفاء ذاتي بنفس الدولة. في كل الدول موجودة، الوضع السياسي يختلف اختلاف كلي عن الاقتصاد، الاقتصاد طبعا داعم، ولكن بالنسبة للسياسة هناك في أمور أخرى يكون وضعها غير عن الوضع الاقتصادي. لو اتجهنا بالنسبة إلى النفط، النفط طبعا بكل تأكيد النفط هو الداعم الكبير إلى الاقتصاد، النفط هو كل مكان سعره أقل مثل ما قلت لك، كان هو داعم كبير إلى بعض الدول المستوردة وليست المصدرة. نفس السؤال للدكتور يوسف، هل ترى هناك علاقة بين الصراعات الشائبة في بعض الدول في الشرق الأوسط الآن وتدخل القوى الكبرى لحماية أو لو حفظ الاحتياط النفطي وضمانه إليها؟ والصراع قائم من أقدام الساعة، هو من زمان من قبل يظهر النفط هو صراع قائم، وبصلنا بسطة ان احنا كموقع استراتيجي في العالم كان في اطماع من زمان جدا ان احنا كدول الخليج ودول العربية عامة وانها في منتصف العالم، فالصراعات دائمة، ولكن الصراعات بتختلف من عصر الى عصر، يعني كدول بصورة الاحتلال العسكري دلوقتي بصورة اختلفت بقى الاحتلال الاقتصادي، ومنها ان هو بيستغل كل مواردك وخاماتك وصالحه، وبيحتفظ عنده بموارده حتى يقضي عليك اذا استطاع. والصراع قائم بسبب وجود اسرائيل، اللي هي الحلم بتاع اسرائيل من النيل الى الفرات، ده دي عقيده عندهم لن تنتهي، فالصراع قائم. انا شايف ان الصراع عمره ما ينتهي، هو الحل ان احنا لازم نقعد مع بعضنا كده ونتعاون ونحاول ان احنا نحل مشاكلنا كمسلمين وعرب مع بعضنا. سيد دايل، لو وجدنا سؤال عن المستقبل، كيف لنا كحكومات عربيه ودول منتجة للنفط، كيف أن نحافظ على الإنتاج الحالي، وكيف لنا أيضا أن نخلق بدائل أخرى للإنتاج الصخري أو للطاقات النظيفة؟ هل هناك استراتيجية معينة يجب أن نتبعها في ذلك الشأن؟ بكل تأكيد، يعني الآن بالاجتماع الأخير لوزارة أوبك الإنتاج الرسمي للمنطقة وقفت عند 30 مليون برميل يوميا، هذا لم تزيده خلال حتى الآن المشاكل اللي موجودة. هذا أن بالنسبة للاتجاه، طبعا علينا أن نتجه إلى موارد أخرى ليست لنا، المهم الأجيال القادمة إلى أجيال ما بعدنا. أيضا النفط ممكن أن ما يدوم عندنا، لازم تكون
مصادر أخرى، لازم تكون لدينا موارد أخرى أن نتطور أن نتقدم مع العالم، ليس تكون نتم اللي هو القائل يعني إحنا بنعتبر رقم ثلاثة في العالم يعني ما بعد المتخلفين ما زلنا. لدينا أن نتقدم، علينا أن نكون من الأوائل، هناك لدينا طاقة نظيفة، لدينا موارد وقوة وأيدي عاملة أقوى من الخارج. يعني أنا أقصد استراتيجية محددة المعالم في الحفاظ على الإنتاج الحالي، وفي ذات الوقت استراتيجية أخرى في خلق بدائل أو يعني زي خلق أبحاث أو مراكز علمية لخلق بدائل لإنتاج النفط أو الطاقة النظيفة. هل يعني من ضمن استراتيجياتنا للحفاظ على الإنتاج الحالي يعني مثلا زي الحفاظ على الاستهلاك الجيد، عدم زيادة الاستهلاك، الحفاظ على سعر معين، يعني كيف أن نخلق استراتيجية محددة المعالم سيد نايل؟ بالنسبة للاستراتيجية بالنسبة إلى النفط طبعا هاي تتحكم فيها أوبك، هي عبارة عن مقسمة لعدة دول، والدول عليها أن تصادر، حتى لو دولة أخرى وقفت الإنتاج على دولة أخرى أن تصدر لكي يكون السعر عادل ما يكون مرتفع جدا. بالنسبة للاستراتيجية موجودة منذ القدم في منظمة أوبك، في ما بينهم تجتمع الدول تجتمع دول البترول وتعتقد هذه الاستراتيجية موجودة من زمان. أما بالنسبة للمعاهد بالنسبة للاستراتيجيات علينا أن نواكب ما واكبنا، ما فتحنا معاهد، ما فتحنا انتاج جديد، ما فتحنا طاقة جديدة، ما فتحنا استثمار جديد، سنكون من العالم الثالث وما قبل الميلاد. بالنسبة لهذه أنا أعتقد أن لدينا مصادر قوة كبيرة بالنسبة للأعمال التي أنا، بالنسبة للعقول اللي عندنا، فنحن نتوقع أن نكون بمقدمة الأمم. دكتور يوسف، تعليقكم على نفس النقطة، كيف يمكن الحفاظ على الإنتاج الحالي وإيجاد طرق أخرى لإنتاج بديل لطاقات نظيفة؟ والمفروض إن إحنا من يعني تصدير النفط ما يكونش خام زي ما هو بيصدر دلوقتي، لا لازم نقوم عملية، أي عملية صناعية يصدر صورة بنزين أو سولار أو أي صورة أخرى، يعني نقوم عليه عمليات صناعية عشان إحنا نقدر نستفيد بيه ونبيعه بالأسعار العالمية. بالإضافة إلى ذلك يعني ممكن إحنا بفلوس دلوقتي، إحنا معنا فلوس دلوقتي بتاعت الخامات اللي بيعناها، نستغل هذه الأموال بشراء التكنولوجيا، إن إحنا نشتري المعدات الحديثة والتكنولوجيا الحديثة عشان نقدر نواكب العالم ونقدر نصدر منتج منافس لمنتجات العالم بالأموال اللي معنا، ما نضيعهاش هباء كما يحدث الآن. بس نشتري كما اليابان بتعمل، اليابان لما بتيجي تخش في أي منتج بتشوف العالم وصل لحد فين وتطور على آخر مرحلة وصل إليها العالم في الموضوع نفسه في العلم. يعني الوقت يداهمنا دكتور، لكن لدي سؤال أخير للسيد نايل، يعني ما موقف الدول العربية غير المنتجة للبترول؟ هل لها دور في إنتاج طاقات بديلة أم تظل يعني مكتوفة الأيدي فقط تستهلك من الدول العربية وتنتظر معونات على في شتى المراحل؟ سيد نايل تسمعني؟ لا طبعا، إذا ظلنا مكتوف الأيدي وهذا آخر مكتوفة الأيدي يعني صارت عندنا مشاكل سياسية أيضا داخلية، علينا أن نواكب العصر، علينا أن ندعمها كدول عربية، الدول العربية أن تدعم بعض، الدول المجاورة علينا أن تدعم، هناك مصادر أخرى، هناك ممكن لديها عقول، العقول علينا أن ننتجها، العقول الداخلية لكل دولة. الآن علينا أن نتجه إلى الدول الغير مصدرة، إلى النفط علينا أن نستثمرها بأمور أخرى، طبعا أن تكون استثمار متقدم بالإنتاج الموجود حاليا. يعني مثلا أنا أقصد على سبيل المثال أن مصر بدأت خطوات جادة في الطاقة النظيفة، وهناك ميزانية تقارب من 20 مليار دولار حتى نهاية العام 2025 لإنتاج طاقة متطورة كهربائية وغيرها. فأنا هنا قصدت الدول الأخرى غير المنتجة للنفط، هل يجب أن تحذو نفس الخطوة أم يجب أن تظل الاعتماد على الدول المنتجة؟ لكن للأسف دكتور يوسف والسيد نايل يداهمنا الوقت، وفي نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر إلى ضيفي الكرام السيد نايل الجوابرة المحلل المالي من دبي، ومعي أيضا الدكتور يوسف المستشار الاقتصادي والخبير المالي من القاهرة، وأيضا أوجه جزيل الشكر والتحية إلى جميع مستمعينا الكرام
ولفريق الاعداد ليلى الحسيني في الاخراج وجيمس بينكر في الاستوديو. دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء. في الحلقة القادمة من الاقتصاد اليوم: من يدفع فاتورة الخسائر التي خلفها الربيع العربي؟ $800 مليار حتى الآن والبقية تأتي. انتظروني، أنا محمد عبد الظاهر على صوت العرب من أمريكا. WNZK has available a few good hours of airtime for a few good programs to serve their communities. Radio is better than ever in targeting an audience that listens to what you say.